أشقى من عاش بالقرآن من ذاق آيته لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن وهذه الحلقة 90 بعد 200. نتناول آيات من سورة طه. وذكرنا في الحلقة الماضية حكاية سحرة فرعون وأنهم باقون إلى قيام الساعة. دايما الفرعون في كل زمان ومكان أو الحاكم يجمع حوله مجموعة من الناس اللي هم بيعبدوا الناس للحاكم، يطوعوا الجماهير. كل زمان ومكان له رجاله. في زمان كان الحاكم أو الفرعون يجمع حوله الكهنة والسحرة، ولازم كده الكهنة والسحرة هم اللي يعبدوا الناس، يطوعوا الناس للحاكم، يعملوا الحاكم إله ويزرعوا فيهم العبودية للحاكم. السحرة فرعون دول موجودين في كل زمان ومكان. في فترة كانوا الكهنة وبعدهم السحرة، وبعدين السحرة دول اللي هم سحرة فرعون دول كانوا بيعبدوا الناس للحاكم. بعدهم بفترة جم الشعراء، بقى عندنا كل خليفة وكل حاكم له شعراء، والشعراء دول بيعملوا قصائد عصماء. القصائد دي بتمدح في الحاكم والخليفة، ولما الشاعر يمدح الخليفة يقوم يديله كيس ذهب أو كيس دنانير، ولما ما يرضاش الحاكم أو الخليفة يدي الشاعر يقوم الشاعر يشتم في الخليفة ويهجوه ويقول فيه كلام مش كويس. مر زمان السحرة والكهنة، ومر زمان الشعراء، وبعد كده جالنا زمان الإعلام. بقى الإعلام أو الميديا دخل فيها بقى صحفيين، ودخل فيها إعلاميين بتوع تلفزيون وبتوع إذاعة وبتوع صحافة، ودخل فيهم الغناء. المغنيين في فترة من الفترات، يعني في 60 سنة اللي فاتوا، المغني كان يقوم بدور سحرة فرعون، فكان هو اللي بيغني للشعب والشعب يغني للحاكم، وحبيب الاشتراكية، وكلنا نغني ونطبل وكل الشعب يطبل للحاكم. وطبعا بما ان الشعب هيغني ويطبل يبقى اللي يقول قال الله وقال الرسول وحش، لانه مش هيركع للحاكم ولا هيسجد للحاكم ولا هيسقف للحاكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة طه: ولقد أريناه أي فرعون آياتنا كلها فكذب وأبى. ما كانش بيقتنع بأي معجزة. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، يعني أنت جاي تخرجنا من أرضنا بسحرك، لا فلنأتينك بسحر مثله. كان فرعون يقول على إني العصا التي تتحول إلى ثعبان هذا سحر، والسحر ما خفي ولطف، وإحنا ما نعرفش إيه سره. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله، ولا يرد على السحر إلا سحر، ولا يرد على الإعلام إلا إعلام، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. خلينا مكان نتفق وتبقى فيه مناظرة. المناظرة دي مناظرة سحرية. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. لغاية هذه اللحظة كان السحرة بيظنوا ان الموضوع موضوع خدع وسحر. يعني ايه؟ يعني زي تقول دلوقتي ايه، احنا الموضوع كله موضوع خدع وسحر، انا اقدر اضحك على الجماهير، اقدر اكذب عليهم، انا معايا الاعلام، اقدر اكذب، اقدر اخدع. في حدود للخديعة، في حدود للكذب، لكن ساعة لما ربنا يقول يعني قف هتقف. فهم السحرة فاكرين ان الموضوع موضوع كلام وألعيب وخداع واكاذيب، فاحنا ضد، احنا معاك يا فرعون. طيب، فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. خلي بالكم، احنا مش قدام ألعيب سحرية، مش قدام اكاذيب، مش قدام اكاذيب إعلامية. الاكاذيب الإعلامية كترت لغاية لما ضيعت الناس، عملت فتن. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. واللي يفضل يعمل أكاذيب أكاذيب أكاذيب، الأكاذيب هتيجي عليه. من أشعل فتنة، من أشعل نار الفتنة حرق بها. والله العظيم، والله العظيم، اللي يبتلي أخوه بفتنة يحرق بها. اللي طلع على أخوه أكاذيب، اللي طلع على أخوه أكاذيب وفتن ودعايات، وربنا لا ترجع له تاني. وكما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان.
فخلي بالك لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. انت تكذب 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 لكن هتقف. ان هذان او ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. اجمعوا كيدكم. هل يمكن للفرقاء ان يجتمعوا؟ يعني ممكن الاشتراكيين على الليبراليين على اليساريين على مش عارف مين كل دول يتلموا مع بعض؟ اه يتلموا لما يكون العدو هو الاسلام هو الدين، العدو هو الله او الله العظيم. الشيطان يجمع اولياءه، كل الافكار ليبراليه اشتراكيه شيوعيه يساريه مهلبيه كلهم مع بعض يجتمعوا ما دام العدو هو الاسلام. حلو الكلام. فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. كلنا بقى ايد واحده. قال ايه اللي جمع الشمع المغربي؟ كلنا ايد واحده. وقد افلح اليوم من استعلى. ولا يهزم الباطل المنظم الا حق منظم. طب لو كان اهل الحق مختلفين، لو كان اهل الحق كل واحد في مشرب، لو كان اهل الحق اللي بيقيموا الليل مختلفين، لو كان اهل الحق ما بينصروش ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد عايز ينصر الكرسي اللي قاعد عليه، طب ينفع؟ يبقى لا ينتصر على الباطل المنظم الا حق منظم. لكن الحق المتفرق يسقط، الباطل المنظم يسقط، الحق يسقط الحق المتفرق. لكن إلا إذا تدخل الله عز وجل، إذا تدخل الله مع عبد نصره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، عدد قليل وغلابة ومش معكم سلاح، بس معانا ربنا بقى. اللي معاه ربنا بجد بقيام ليل صح، ما بنشحتش، مش نص الأمة بتشحت والنص بيسرق. اللي مع ربنا بجد وما بيشحتش ينتصر، لكن ما دام بيشحت يبقى ذليل، ينتصر ازاي؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قولوا يا موسى بقى يا إما ارمي أنت العصايا الأول وإما نحن نرمي الحبال بتاعتنا والكلام ده. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بعض المفسرين بيقول ان كان في حبال فيها مواد مغناطيسيه، وبعضهم بيقول ان كان في حبال جواها حاجه زي الزيبق، والزيبق لما بيترمي بيتحرك فتلاقي التعابين بتتحرك، وبعضهم قال ان هما كانوا مسخنين الارض وفيها بعض الغازات، والارض السخنه لما بيجي عليها الغازات بتتحرك، يعني كذا خدعه. المهم في النهايه ان الناس شايفه تعابين بتتحرك، التعابين دي كلها تعابين لعبه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل ده مش حقيقة، يعني أنت لو مسكت التعابين اللي ماشية دي ما فيهاش حاجة، زي دلوقتي إحنا بنعمل تعابين لعبة، التعابين لعبة دي جلد وبتاع وبنلعب بيها العيال ونرميها كده نخوف بيها الناس، والناس اللي عندها فوبيا التعابين ممكن تجيب له تعبان لعبة تحطه في هدومه وتحطه في كذا، أول ما يشوفه يترعب يصوت. دي كلها تعابين لعبة. هم كان عندهم تعابين لعبة. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وخلي بالك من يخيل دي. فأوجس في نفسه خيفة موسى. ساعات العبد المؤمن مهما اشتد إيمانه لما يلاقي الباطل منظم كده وكبير قدامه يعني يخاف شوية. خدت بالك؟ ممكن يخاف شوية بس يرجع له إيمانه بسرعة، يخاف شوية بس يرجع له إيه؟ إيمانه بسرعة. لكن لو هو ايمانه ضعيف هيخاف قوي يسلم ويكفر بالله، يعني في ناس يعني زي ما بيقولوا ايه، مع اول فتنه مع اول بلاء يكفر بالله ويسب الدين ويعمل حاجات غريبه جدا. انما صنعوا او بيقول كده اهو، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. الى متى يؤثر السحر في الناس والى متى؟ ده ان شاء الله نشوفه في حلقات قادمة. انتظرونا في العاشرة صباحا والعاشرة مساء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سعد من يرقى